هاتوه. فتشتوه؟ حصل يا باشا. لقيتوا معاه حاجة؟ لا يا باشا. فين الورق يا جدع انت؟ الورق مش معايا سعادتك. امال مع مين؟ معرفش يا فندم. انت مش اتصلت بيا وقلت انك عايز تقابلني عشان تديني الورق؟ لا سعادتك، انا قلت لسعادتك عايز اقابل سعادتك علشان نتكلم مش علشان اديك الورق. بقول لك ايه هاد انت؟ انا ما عنديش قلب للمناهدة ولا اللف والدوران وصبري خلص خلاص. فين الورق اللي انا عايزه؟ ما انا قلت لسعادتك يا باشا انا ما اعرفش فين الورق. حلو قوي، خليك ما تعرفش كده. نواب. ايوه. خلصوا عليه ولموا جتته في اي مصرف ولا ترعى هتموت موته حلوه، هتموت وانت ما تعرفش. خدوه. لكن يا باشا اعرف اللي يعرف مكانه. انت قلت ايه؟ بقول لسعادتك اعرف اللي يعرف مكان الورق. مين؟ طب نتكلم ونتفق الاول يا باشا. هتلاعبني وهاد انت؟ يا باشا انا اللي اتصلت بسعادتك وجيت لحد عندك علشان نتكلم. نتكلم نقول ايه بالظبط؟ الاول وقبل اي حاجه احب اعرف سعادتك ان كل اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي كان بتخطيط وتدبير مني. تقصد يعني ان انت اللي كنت المخ ورا حرد وزين؟ بالظبط يا باشا. ماشي يا سي مخ، وجاي لغايه عندي هنا دلوقتي عشان تكمل لعبتك وترسم عليا انا كمان. وانا استجري يا باشا، انا بس جاي اقول لسعادتك انك لمؤاخذه يعني اخترت الناس الغلط اللي لا يناسبوك ولا يقدروا يسدوا مع سعادتك. واظن اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي مع عنتر وعدلي وعزام اكبر دليل على ان كلامي صح. ازاي تتكلم بالطريقه دي عنهم قدامي؟ تناسي ان دول كانوا رجالتي؟ بس كانوا اغبياء، كل واحد فيهم فكر في مصلحته بس ما فكرش في المصلحه العامه. وبعدين سعادتك يعني حقك تشكرني ان خلصتك منهم، كانوا اغبياء وضروا نفسهم وكانوا هيضروا سعادتك. كويس انهم غاروا. انت عايز تفهمني انك عملت كل ده عشان خايف على مصلحتي؟ بالظبط سعادتك. يا جدع انت قول كلام غير ده، قول كلام يتعقل. انا مع سعادتك ان كل واحد في الدنيا بيفكر في مصلحته، بس الذكي هو اللي يربط مصلحته بمصلحة الناس الكبار اللي بيتمنى يشتغل معاهم. وبعدين سعادتك مش محتاج لكل دول حواليك، انت محتاج بس لواحد زيي، واحد عارف ان المصلحة لما تعم هتعم على الكل. وحربي وزين بعتهم هما كمان؟ ما هم طلعوا اغبياء برضه يعني، بعد ما مشوا معايا نص المشوار خافوا وكسكسوا. بس انا سعادتك ما بخافش، بحب العب اي لعبة مهما كانت خطرة، لان اللي يلعب مع الصغيرين هيفضل طول عمره صغير، اللي يلعب مع الكبار هيكبر. انت اسمك ايه؟ بحر. صلاح درويش البحر. صلاح درويش البحر. بحر غويط. ماشي يا سي بحر، نلعب بقى. انت بتشتغل ايه؟ محامي يا باشا. قصدي كنت محامي يعني قبل ما اخش السجن. سجن؟ ما هو الله يرحمه عدلي بقى كان لفق لي قضيه كده ودخلني السجن، وربنا عالم اني بريء منها. وده اللي خلاك تخطط وتدبر عشان تنتقم منه، مش كده؟ بالظبط يا باشا، بس ده كان هدفي الاول، لكن مش هدفي الاخير. وايه هو هدفك الاخير؟ انت يا باشا. انا؟ ما انا قلت لسعادتك اللي يلعب مع الكبار بيكبر، وانا عايز العب مع سعادتك علشان اكبر يا باشا. تلعب ازاي وانت متربك كده؟ معقولة يا مهاب؟ لا مؤاخذة صراحة ما كنتش واخد بالي. فكوا يا ابني، فكوا. عامل سعادتك. سيبونا لوحدنا دلوقتي. يلا. أنت واقف كده ليه يا صلاح؟ تعال. أقعد. أقعد يا متر. تشرب إيه؟ لا. مش عايز سعادتك، انا خلاص شربت. طب الحمد لله، تعالي دلوقتي نقدر نتكلم بكل صراحه. انت عايز ايه بالظبط؟ عاوز اخدمك يا باشا. تخدمني ازاي؟ امسك لك كل اعمالك الظاهر منها
والخفي، واقوم بنفس الدور اللي كان بيقوم بيه عدلي، ابقى مستشارك القانوني ومسؤول عن كل اعمالك. تأكد يا باشا ان ده هيبقى قرار صحيح، عمرك ما هتندم عليه ابدا. وانت متر عايزني اسلم لك دهني واسلم لك كل حاجه بالسهوله والسرعه دي؟ ده امل يا باشا، حلمي. طب وانا هحقق لك حلمك ده مقابل ايه؟ مقابل اني اخدمك بعنايه وراعي مصلحتك، لان مصلحتي من مصلحتك، ده غير ان انا الوحيد اللي اقدر اعرف مكان البضاعه اللي كانت عند عنتر واختفت، والورق اللي كان في مكتب عدلي. اظن دي حاجات مهمه بالنسبه لسيادتك. بس انت قلت لي ان الورق ده مش معاك. وقلت لسعادتك برضو ان اعرف مكان اللي يعرفه. مين؟ حرب يا باشا. وعارف هو شايله فين؟ لا الحقيقه، بس سهل ان اعرفه، وكمان نعرف مكان البضاعه. خلاص، لما تعرف مكان البضاعة ومكان الورق وتجيبهم لي الأول ويبقوا تحت إيدي هنا، ساعتها نقدر نقعد ونتكلم في المواضيع التانية. تمام سعادتك، كلها يوم أو اتنين وكل اللي أنت طالبه هيبقى تحت أمر سعادتك. اتصل بيا بسرعة وما تتأخرش عليا. أنا عمري ما أتأخر على سعادتك يا باشا. رشا. أيوه يا باشا. ادي نمر تليفوناتي كلها للأستاذ صلاح، وانت هتبقى على اتصال دائم بالآنسة رشا، كل يوم الصبح هتكلمها وتقول لها ايه الخطوات اللي عملتها. مفهوم يا بحر؟ مفهوم يا باشا. يلا انت دلوقتي عشان مهاب يوديك مطرح مجابك. ايه رأيكم؟ حلوين قوي يا زين. ألف مبروك يا زين، أنا فرحان قوي قوي قوي. الله يبارك فيك يا ده بركة، عقبالك. كام دول؟ تحت أمرك يا فندم، اتفضل معايا. ماشي. بقول لك إيه؟ شد حيلك معايا بقى، وزي ما هتجوز زين، جوزني أنا كمان. حبيبي يا بركة، ليك عليا جوزك أحلى مزة في مصر كلها. أيوه، يا رب، يسمع وبقك ربنا. استنى. إيه؟ مين طلبك؟ لا، لأن ما غلط برضو ما بيردش؟ ها؟ على فين يا أمان؟ بابا، عاوزة أتكلم معاك. خير يا أمان؟ مش هينفع هنا، ممكن نتكلم جوه لوحدنا؟ ماشي، اتفضل. مالها طنط أمان؟ مالكش دعوة، خليك في الواجب اللي بتعمله. إيه يا أمان؟ في إيه؟ بابا، إحنا اتفقنا إن إحنا نكون صراحة مع بعض، وإن محدش يعمل حاجة من ورا التاني، وأنا طول عمري كنت ملتزمة بالمبدأ ده، لكن للأسف أنت كسرته. أنت بتتكلمي عن إيه يا أمان؟ بابا، انت طلبت من حربي ان هو يبعد عني؟ ايوه، طلبت منه يبعد عنك وما يقابلكيش ابدا. ليه يا بابا؟ ليه عملت كده؟ لان حربي ده مش الانسان اللي شرفني ان بنتي تعرفه، ده مسجل خطر ورد سجون. بس ده ما كانش رايك في الاول، وبعدين يا بابا ما انت عارف الظروف اللي حربي اتسجن فيها. يا امان يا بنتي، الناس مالهاش علاقه بالظروف، الناس لها علاقه بتاريخ الانسان وبعمله. انا عاوز اسالك سؤال، لو حبيتي تقدمي اللي اسمه حربي ده لحد من زمايلك هتقولي لهم الاستاذ حربي خريج لومانترا، الاستاذ حربي حاصل على صحيفه سوابق بجداره؟ بابا، ده مش مبدأك في الحياه. انت طول عمرك بتعلمنا ان مش عيب ان الانسان يغلط، العيب انه ما يتعلمش من غلطه. ولا خلاص المبدأ ده اتغير؟ ومين قال لك يا اماني ان حربي ده اتعلم من اخطائه؟ بابا، انت ما شفتش حربي كان زمان ايه ودلوقتي بقى ايه؟ أنا اللي أعرفه إن حربي ده كان فقير، وفجأة بقى غني، عنده فلوس كتير. صدقيني يا بنتي، الفلوس مش كل حاجة في الدنيا، المبادئ والقيم والأخلاق أهم بكتير من الفلوس. تقدري تقولي لي أماني جاب الفلوس دي كلها منين؟ عادي جدا، كافح واشتغل ونجح. وإيه الشغلانة دي بقى إن شاء الله
اللي تخلي إنسان غني جداً في فترة قصيرة؟ أسئلة كتيرة بتحيط باللس محاربي ده، أسئلة مريبة وكلها مش في صالحه. لكن يا بابا. خلاص يا أماني، أنا مش عاوز أسمع كلام تاني في الموضوع ده، وزي حاربي ما وعدني إنه يبعد عنك، أنا عاوزك أنت كمان توعديني إنك لا تقابليه ولا تشوفيه ولا حتى تتصلي بيه. أنا آسفة يا بابا، ما أقدرش أوعدك بحاجة مش هقدر أعملها. أنا آسفة. أماني! 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 أماني في إيه يا أماني؟ صلاح، انت ايه اللي جابك؟ ابدا، وحشتوني قلت اجي ازوركم. ازيك يا بركه؟ دخلت هنا ازاي؟ لقيت الباب مفتوح، قلت يبقى انتوا هنا، ولما دخلت ما لقيتش حد، رحت قاعد استناكم. عموما شرفت ونورت ابو صلاح. بركه، اعمل لنا طقم شاي. بس انت يعني ايه اللي جابك يا متر؟ هو فكرت كويس في الكلام اللي انتوا قلتوه لي امبارح، واكتشفت ان انتوا عندكم حق في كل اللي قلتوه. يعني انت موافق على اللي عملناه؟ طبعا، احنا مع بعض وهنفضل مع بعض العمر كله. بس بصراحه احنا مالناش غير بعض، وابتدينا سكه ولازم نكملها سوا، مش كده ولا ايه؟ الله عليك يا ابو صلاح، يا احسن محامي فيك يا مصر. أنا طول عمري بقول إن أبو صلاح ده دماغه متكلفة. وما تقلقش يا متر، حقك معانا محفوظ وبالطريقة اللي تريحك، إن شاء الله مش هنختلف. ربنا ما يجيب خلاف يا زين. الحمد لله، أنا بس كنت جاي أطمن عليكم، وكان كل حاجة شغلاني بصراحة، يعني أي تصرف متهور من زين يعني، فخلوا كل حاجة متأمنة زي ما هي، البضاعة متأمنة، يعني ما تعملش اي تصرف ارجوك يعني. لا ما تقلقش يا متر، البضاعه متامنه في مخازن سقارة ومحدش يعرف طريقها غيرنا. الحمد لله الحمد لله. والورق؟ لا، الورق في الحفظ والصور، ما تقلقش. كويس كويس، حلو ده. يعني اهم حاجه ان الحاجات تحت السيطره ومتامنه، يعني الحمد لله. الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ اخبار فرح ايه؟ كله تمام، جبنا الشبكه اهو، بكره ان شاء الله الصبح هنزل اشتري البدله. حلو، استناني بقى اجي لك ونروح سوا، أنا إلك أحلى بدلة على ذوقي. طب وأنت هتتعب نفسك ليه يعني؟ لا تعب ولا حاجة، ده أنت غالي عليا يا زين، ما خدمتكش في يوم زي ده، أخدمك أنت يعني. ماشي يا متر، ماشي. الله الله، تسلم الأيادي يا بركة. شكرا. ثانية واحدة. طيب. أماني؟ حربي، أنا محتاجة أتكلم معاك. معلش يا عمي ما تزعلش، ما انت عارف اماني ونشوفيه الدماغ. ايه يا منى؟ في ايه؟ ماله بابا؟ عمي اتخانق مع اماني وسابت البيت وخرجت. خرجت راحت فين؟ الله اعلم. في ايه يا بابا؟ ايه اللي حصل مع اماني؟ اختك دماغها ناشفه، مش عارفه مصلحتها فين، وما بقتش مستحمله مني اي كلمه، وفي الاخر خرجت وسابت البيت. عندك فكره راحت فين؟ لا طبعا، بس اكيد راح تقابل الزفت اللي اسمه حربي. حربي؟ ايوه يا فندم. هيا يا رؤوف، انت لما شفت اماني مع حربي كانوا فين بالظبط؟ ايه يا حربي؟ ايه الحكايه؟ حكايتي انك بتتهرب مني من يوم ما قابلت بابا، وانك حتى مش عاوز تقابلني. لا ابدا، الحكايه ده روايه يعني ولا حاجه، كل ما في موضوع، بس ان انا يعني مشغول شويه اليومين دول زي ما قلت لك. مشغول ولا بتنفذ اوامر بابا؟ الكلام الغريب اللي بتقوليه ده، ده مش كلام يا حرب، ده الكلام اللي انت قلته لبابا واللي بابا قاله لي، وانا جيت النهارده عشان اعرف رايك. انت موافق؟ موافق اننا ما نشوفش بعض تاني؟ ايه يا حربي ما ترد؟
بصراحة أماني مش عارف أقول لك حاجة. والدك ده أصله إنسان محترم قوي وعاقل جدا وبيتكلم بالعقل. عقل؟ عقل إيه ده يا حربي؟ العقل اللي بيقول إن أنت نجمة في السماء وإن أنا صعب قوي إن أنا أوصل لك، مستحيل أوصل لك. وحتى لو وصلت لك هجرك معايا لتحت. مستحيل يبقى لي مكان جنبك. الواضح إن كلام بابا جه على هواك يا حربي. وإنه ما كانش رأيه لوحده. أوعدك إني مش هحاول أشوفك تاني. وإني هنفذ رغبتك وهبعد عنك. أنا آسفة إني عطلتك. وآسفة إني بتطفل عليك. وأنا هحاول أنسى إني عرفتك في يوم من الأيام. ومتشكرة على كل لحظة حلوة عايشتها هنا. على إذنك. أنا حذرتك قبل كده يا حربي. ابعد عن أختي. لأنك لو ما بعدتش عنها هتصرف معاك بمنتهى القسوة. مش كظابط بوليس. لا. كراجل بيدافع عن شرفه وشرف أخته. أرجو إنك ما توصلنيش للمرحلة دي. لأني ساعتها مش عارف هعمل فيك إيه. ومش هيهمني حاجة. وهيبقى عليا وعلى أعدائي. ده إنذارك الأخير. إنذارك الأخير يا حربي. زين فين؟ زين يا عم راح عند المعلمة انشراح يقعد مع دعاء. وصلاح؟ لا مشي، مشي بعد ما انت خرجت على طول. مالك يا حربي؟ مالي؟ هو يعني متضايق كده زي ما يكون شايل طاجن ستك. مفيش حاجة يا بركة. على بركة برضه؟ ما تقول يا جدع مالك؟ ما قلت لك مفيش حاجة يا بركة مش قلت. ماله ده؟ خير يا رشا. صلاح بحر اتصل وبيقول ان البضاعه موجوده في العنوان ده. سقاره، ما جابلكيش سيره عن الورق اللي اتسرق من عند عدلي؟ هو بيقول انه على بكره هيكون عارف مكان الورقه فين. خدي ادي الورقه دي لمهاب وقولي له روح للمخزن اللي في العنوان ده يقلبه فوقاني تحتاني لحد ما يلاقي البضاعه ويجيبها على هنا. على هنا؟ بس حضرتك مش شايف انه هنا خطر شويه؟ هنشيلها هنا مؤقتا لحد ما نتصل بالموزعين وييجوا يشيلوها. حضرتك واثق من جدع اللي اسمه صلاح بحر ده؟ صلاح بحر ده داهية كبيرة مش سهل. بيخطط بطريقة غير تقليدية ومستعد يبيع أعز أصحابه وأعز الناس عليه في سبيل مصلحته. تصدقي ده اللي عجبني فيه.
ساعتك ناوي تضموا رجالتنا ولا ايه؟ يعني شكل مؤقت لحد ما يوصلنا للورق. وبعد كده؟ بعد كده مش هيكون اعز من اللي راحوا. يلا بسرعه. مستنيين ايه؟ اكسروا القفل. اقلبوا المكان ده فوقيه تحتيه لحد ما تلاقوا البضاعه. يلا. فين دلوقتي؟ وديتها مخزن الغلال اللي في اخر المزرعه. كويس، برافو عليكم. روح باشا. ايوه باشا. طب لي صلاح. ايوه انسه رشا خير. الباشا الكبير عايز حضرتك. ثانيه واحده. اتفضل يا باشا. انا حبيت اكلمك عشان اقول لك ان احنا وصلنا للبضاعه، انها دلوقتي تحت ايدي. مبروك يا باشا، الف مبروك. المهم دلوقتي الورق، عرفت طريقه؟ بكره يا باشا، بكره هعرف لك مكانه فين، ولو قدرت اجيبه لحد عندك وبنفسي. ولو ما قدرتش قول لي على مكانه وانا هعرف اجيبه. وانا عندي كلام يا باشا. اظن يعني حكاية إن دليلك على مكان البضاعة ده دليل على إني بخدمك بمنتهى الصدق والأمانة. المهم عندي الورق ده أهم من البضاعة نفسها مليون مرة. بكرة على آخر النهار كده يا باشا هيكون عندك، أو على الأقل أقول لك مكانه فين. وأنا مستني مكالمتها بكرة. يلا مع السلامة. مع السلامة يا باشا، مع السلامة. الأرض لو عطشانة نرويها بدمانة. الأرض لو عطشانة. يلا بركة. أنت ما رحتش مستودع ليه الباشا العمال؟ ما أنت نايم في العسل. المعلمة انشراح يا عم مدت إجازة لكل الناس في المستودع وفي المسبك، عشان النهاردة في خطوبة واحد كده على واحدة اسمها دعاء. عقبالك يا بركة. يا رب من بقك لباب السما يا زين. والوقت حربي فين؟ لا حربي صاحي من بدري ونزل راح على القهوة. أجدع قهوة لأجدع كوماندا في الجمهورية تيما. إيه مالك يا كوماندا؟ بتش في الفورمة النهاردة. غورك يمو سيبني في حال السعادة. الله الله، ليه لا سمح الله؟ بقول لك غورك يمو سيبني في حال السعادة. ومال عمنا؟ يمشي الكلام. صباحك فل. هتقول يا عم عشري؟ هتقول يا رشيد. ايه يا عم حارب؟ ايه اللي مصحيك بدري كده؟ لا ابدا يا زين، مفيش حاجه. مالك يا صاحبي مسهل كده ليه؟ بس ما نمتش من امبارح. ليه خير؟ كف الله الشر. مخنوق يا زين. ايه اللي يخنقك يا صاحبي؟ مش عارف. الله، ده انا من ساعه ما عرفتك يا جدع وانت متفائل. جاي تتشائم النهارده يوم خطوبتي؟ فكها يا جدع، كله هيبقى تمام ان شاء الله. ان شاء الله يا زين كله هيبقى تمام ان شاء الله. صباح الخير يا اساتذه. صباح الفل يا متر. ازيك يا زين؟ مبدر يعني؟ والله قلت لك اساعد في اي حاجه قبل ما نروح نجيب البدله. ايه يا حربي مالك؟ انا عارف قالب وشه كده. تلاقي بس غيران عشان انت هتتجوز وهو لا. بالذمه يلا؟ غيران عشان انا هتجوز وانت لا؟ أنا ممكن أغير من الدنيا كلها إلا أنت يا زين. أنت أخويا يا جدع.
طب شربنا حاجه بقى. ولا كيمو عمي وعم عيالي. شوف الاساتذه يشربوا ايه. ايه ده يا دعاء؟ معقوله انت لسه نايمه لغايه دلوقتي؟ قومي يلا يا بنتي، ده الدور قرب يأدي. يلا اصحي كده وصحصحيلي، ده انت عروسه المفروض تكوني قايمه من نجمه، انت خطوبتك النهارده. والله ما ادري قومي يا معلمة. اصحي وراكي حاجات كتير المفروض تعمليها. والله يا معلمة قلبي ما جايبني. انا عارفه ومقدره اللي انت فيه، بس لو قلت لك عشان خاطري. لا يا معلمة خاطري غالي عندي قوي. انت ما تعرفيش انا حبيتك ازاي الفتره اللي فاتت دي. ماشي يا ستي، عشان خاطرك انت هقوم. ان شاء الله اساتذه ولا ايه؟ يلا حرب يلا. لا انا مش جاي معاكم، روحوا انتوا. ليه كده بقى؟ مفيش، هوصل للمعلمه انشراح كده، انا اشوف عملت ايه في ترتيبات الخطوبه بتاعت النهارده وهو يعني لو عايزه حاجه سعيده. المهم ما تاخروش انتوا. سلام. ايه يا زين حرب ماله؟ معاكني النهارده معرفش ليه. سيبك منه، يلا بينا دلوقتي يروق. يلا عليك يا زين، بس الكم ده محتاج يطوى شويه. نظبطها؟ اقول لك ايه لو سمحت. اتفضل. احنا خلاص هناخد البدله دي، بس محتاجه تظبيط لو سمحت. هي فعلا عايزه تظبط شويه. طيب نستلمها امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله ممكن بكره اخر النهار. بكره اخر النهار ايه؟ احنا ان شاء الله نستلمها النهارده. خلاص يا باشا، يبقى بكره بعد الظهر. ده هيقول لي بكره، بقول لك النهارده يا اخينا. لو سمحت ما ازهقش، انا اسف جدا، نظام المحل عندنا كده. بقول لك ايه لو سمحت؟ دلوقتي الراجل ده عريس والنهارده خطبته. وكلك نظر يعني، ما ينفعش نتاخر. خلاص يا باشا، ده الموضوع كده، في جواز وخطوبه، يبقى ان شاء الله النهارده الساعه 5 العصر تكون جاهزه ان شاء الله. حلو البدله يا زين، هتاكل منك حد. ربنا يخليك يا متر. قول لي يا زين، هو انت ما شفتش الورق اللي انا اديته لحربي؟ لا. لا ليه؟ كان حقك تبص عليه، ده حاجه مهمه جدا. ايوه بس بيتهيألي ما ينفعش. اشمعنى؟ اصل حربي معهوش الورق اصلا. امال يعني فين الورق؟ هو في حاجة يا متر؟ لا أبدا، بس ده ورق مهم جدا في حياتنا كلنا، كنت عايز أتأكد إن حرب شاله بعيد عن إيدين الباشا ورجالته. لا ما تقلقش، حرب عامل حسابه كويس، مديه لحد لا يخطر على بالي ولا على بالك ولا على بال حد خالص. كويس. إن شاء الله بينا بقى ولا إيه؟ لا ده أنا هروح أقضي مصلحة كده وأجي لك على 4:30 نيجي ناخد البدلة سوا. ماشي يا متر، سيبك أنا. مع السلامة. السلام عليكم. صلاح اتصل يا باشا. عرف يوصل للورق؟ بيقول ان هو عرف مكانه، بس عايز يقابلك ضروري. وهو فين دلوقتي؟ في وسط البلد. خلي مهاب ياخد عربيه ويروح يجيبه على طول. عيش في عيون الليل. يا عريس، امال البدله فين؟ بتتظبط، هتبقى جاهزه بعد الظهر. واستاذ صلاح ده بقى كان معاك طول الوقت؟ ايوه اخويا كان معايا طول الوقت، وهيجي معايا برضه نستلم البدله سوا. هو صلاح ده بيفهم في شياكه قوي يعني. وانت مالك انت؟ حربي فين؟ حربي راح عند المعلمه انشراح. طب اروح اشقر عليه وبالمره اطمن على دعاء. ماشي يا عم، بسلمنا عليها. يلا يا رجاله، عايزين نشد حيلنا شويه. الخطوبه الساعه 7:30 وعايزين نخلص قبل كده. ايه الاخبار يا حربي؟ كله تمام، عريسنا انت جاهز؟ كله تمام، ناقصه بس البدله، هستلمها بعد الظهر. قول لي ده جوه؟ لا خرجت مع معلمة يشتري شويه حاجات كده لزوم الخطوبه. ايه اللي جاب البنت دي؟ انا اللي عزمتها. انت يا حربي اللي تعزمها؟ ما انتش عارف ان هي ورا المصايب اللي حصلت لدعاء تقوم تعزمها يا حربي؟ ما تنساش يا عم ان هي بنت عمها ولازم تفرح معاها وتقف معاها، ولا ايه؟ مش دي الاصول؟
ازيك يا هادي يا حربي؟ ازيك يا دنيا؟ وحشتني يا ولد. تحيت وحشك يا بنت، ما انا كنت عندك لسه اول امبارح. يا رايق يا ولد وحشتني برضه. ازيك يا زين؟ مبروك. يا اهلا. ماشي. يا دعاء فين؟ مع المعلمه جوه؟ لا، خرجوا يجيبوا شويه حاجات. طب انا حتى بستناهم جوه. براحتك. النهارده حلبس بستنى انا ايه؟ كده. اوعى يا اسمر يا جامد انت. لما جيت البت دي لقيتني يا حربي. بطل بقى يا زين، بطل بقى. انت هتجيب بديلك الساعه كام؟ صراحه يعدي عليا الساعه 5 نروح نجيبها سوا. صلاح درويش يا باشا. اهلا اهلا يا بحر، انا مبسوط منك جدا وسعيد بيك جدا جدا. لقيتوا البضاعة في المكان اللي أنا قلت عليه يا باشا؟ لقينا البضاعة في المكان اللي أنت قلت عليه، بس المهم بقى تقول لي عرفت مكان الورق؟ تقريبا يا باشا. ده أنا لسه مديك جيد جدا، تقول لي تقريبا عرفت ولا ما عرفتش؟ يا باشا حرب شايل الورق ده عند حد من الاتنين، يا إما المعلمة انشراح أو البنت صاحبته دي اللي اسمها دنيا. معلمة انشراح بتاعت الخردة؟ إنما دنيا دي تبقى مين؟ دي بنت كانت شغاله عند عزام الله يرحمه بقى في الكباريه، ولما حرب خد الكباريه عينها مدير عليه. مديره حته واحده كده؟ ما انا بقول لسعادتك صاحبتها. مهاب امرك يا باشا. انا عايزك تعرف لي مكان البنت اللي اسمها دنيا دي، تروح لها البيت تسالها على الورق، قالت لك معرفش اقلب البيت عليه وطيه لحد ما تعطر فيه. ولو ما لقيتوش يا باشا خلص عليها، وبعد كده خد رجالتك واطلعوا على المعلمه انشراح بتاعت الخرده، واعملوا نفس اللي عملته مع دنيا. امرك يا باشا. بعد اذن سعادتك يا باشا. عايز تقول ايه يا صلاح؟ انا رايي ما نعملش المشوار ده دلوقتي، نخليه بالليل احسن. الليل ستار سعادتك، وبعدين دنيا هتبقى في الكباريه، فيبقى في فرصه للاخ مهاب والرجاله يفتشوا براحته، ولو ما لقوش الورق يروحوا على بيت المعلمه انشراح، بس تبقى الهيصه والزيطه انتهت، خصوصا ان النهارده فرح زين. معقوله، معقوله برضه. بس حربي وزين هيسكتوا؟ والله لو فضلوا مع بعض مش هيسكتوا، لكن لو اتبعنا معاهم سياسه فرق تسد مش هيقدروا يعملوا حاجه. ده معلش وضح. طول ما حربي وزين مع بعض وايد واحده هيبقى صعب قوي نخلص منه، لكن لو قدرنا نفرق بينهم ونصطاد كل واحد لوحده هيبقى سهل. وده هنقدر نعملها ازاي؟ لا دي سيبها عليا سعادتك، انا هتصرف في الموضوع ده، بس ارجو محدش يعمل اي تصرف غير لما ابلغ سعادتك. شكرا رميت على الواجب الجامد ده، قعدتك معايا والله. تعبك راح يا زين، بصراحة تخدم يا جدع، كفاية الشهامة وجدعانة اللي أنت فيها وموقفك النبيل من أنسة دعاء. موقف إيه يعني؟ بصراحة ما توقعش إنك تتصرف كده، يعني واخد فكرة عنك إنك طول عمرك حمائي ودمك حامي كده، لكن إنك تتصرف كده ما جاش في بالي الصراحة. وأنا كنت عملت إيه يا متر؟ يعني إنك تقبل تتجوز دعاء بعد اللي حصل بينها وبين عزاب. قصدك على ضربه ليها؟ لا انا قصدي على اللي حصل بينهم قبل ما يضرب. هو ايه اللي حصل قبل كده؟ ايه ده انت ما تعرفش؟ وحرب ما قالكش؟ ده جاني وقال لي كل حاجه، قلت له ده لازم يجي لك ويقول لك. يقول لي على ايه يا متر؟ يقول لك على اللي كان بين عزام ودعاء. هو ايه ده اللي كان بين عزام ودعاء؟ ظاهر بقى انا عكيت الدنيا. ما تتكلم يا صلاح، هو ايه اللي كان بين عزام ودعاء؟ اهدى يا زين بس اهدى. حرب جه قال لي قلت له لازم يروح لك ويحكي لك على كل حاجه اللي حصل بين عزام وبين دعاء، وانه كان وعدها بالجواز. هو مين ده اللي كان وعد مين بالجواز؟ عزام. ما هو بعد اللي حصل بينهم يظهر كان وعدها بالجواز، ولما راحت تطلب منه ينفذ كلامه اتهرب منها ولا رجع في كلامه، فاتجننت بقى واتخانقت معاه وهددته لو ما نفذش كلامه هتتجوزك انت، فضربها وطردها من الكباريه. وحربي كان عارف؟ كان عارف.
ولما جه وقال لي قلت له لازم يجي لك ويحكي لك على كل حاجه قبل ما تتدبس في الجوازه دي. جوازه برضه.